هلا والله وغلا من الصمان لمد انا، لا اله الا الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حياكم الله جميعا، كيف حالكم؟ شانكم بخير، صحه وعافيه، لا اله الا الله. اذكروا الله وصلوا على نبينا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. اليوم لا اله الا الله، شهوه مقالي، بطاطس، باذنجان، زهره، والهنايه من زمان ما صلحناها، لكن بتبله بهالتتبيله هذه. التتبيله هذه اول شيء ما تخليها تشرب زيت، ثاني شيء تخليها يابسه كذا مقرمشه وطعمه جدا لذيذ. التتبيله وش مكوناتها؟ هذا نشا، طحين ابيض، بصل، ولا اله الا الله، ثوم بودره، بابريكا بارده، وماجي بودره، اللي عنده، اللي ما عنده اختياري مو بلازم. كذلك ملح، ملح نعم. اخلطهم مع بعض واذرهن على الباذنجان والبطاطس خلط كل هالمكونات هذه مع بعض. اذا تبون لونه يصير اصفر حطوا شوي كركم وخلطها مار ولين تتجانس كل المكونات، بعدين اذره على الباذنجان وهالشيء. ما شاء الله ما تشرب زيت ابد، تصير مقرمشه وش زينه. خلصنا من الباذنجان زي ما شفتوا، خلينا شوي اتبل لا اله الا الله البطاطس. منكم مع التتبيلة انه ما يشرب زيت ابد، ما شاء الله يطلع مقربش كريسبي زي حق المطاعم واحسن بعد. نوع لا المقالي احنا والله اهم شيء انه ما يصير زيت كثير، ما شاء الله عشاء مع سلطه مع هذا يجنن. ثلاثة اخوان الشباب دول الخليج، حنا كل العالم تحب الاشياء دي. انا موت بشيء اسمه باذنجان، اعشق وعشق، ما ادري انتم مثلي ولا لا، جميع حالاته بصراحه ما شاء الله تبارك الله. شفتوا تاخذون منه هذا ولي من الخلطه هذه تذرونه وراء وقدام، يعني ذريته الحين فوق قلبوه وذره. شفتوا قلبوه؟ يلا ان شاء الله وصلت لكم الفكره. تبلناها طبعا البطاطس ما سلقته ولا شيء، على طول قطعته وتبلته اقليه. وهذا الباذنجان ما شاء الله تبارك الله، لازم الزيت يصير نظيف وغزير وحار عشان يطلع مقرمش ولا يشرب زيت ابد. هذه القلاية كهربائية، بسم الله الرحمن الرحيم، حط الباذنجان قد اللي تاخذ. ما شاء الله تبارك الله، شفتوا هذا باذنجان، بعدين اغطسه بالزيت بسم الله الرحمن الرحيم، خليه ينقلي على مهله. الزهرة قبل اقليه احط عليها ماء مغلي حار، لا تقريبا 10 دقائق كذا عشان تلين قبل القلي. شفتوا ماء مغلي حار الحيل، واحط عليها ملح، مش عليها ملح شوي وخليها تنقع، بعدين اصفيها واقليها. اللون لون الباذنجان ان شاء الله الحين خلاص نطلعه، ما شاء الله سمعتوا صوت القرمشه، ما شربت زيت ولا شيء ان شاء الله تبارك الله. هذه الزهره نفس الشيء، ادر عليها روحوا عليها وقلبوها، لبسوا جلافز أو ادعكوها، خليها تدخل بعد التتبيلة من فوق وتحت وجوا وكل شيء. لا لسه مقرمشة مش زينة، هبيت انت هب. أنا زدت عاد تتبيلة الزهرة شوي كركم، أبيها تصير صفراء.
الحين جاء دور البطاطس. بالله رهيبة، تخلي أنا ذا اللي قالي مقرمشات السمبوسة والأشياء والبطاطس تهبل. شوف البطاطس شو اللون، القرمشة جنن صراحة، ما شاء الله هالخلطة خلي كل شيء كريسبي. هنا بطلعه خلاص، هذا لون الزهرة، شوفوا شلون ما شاء الله ذهبي ويهبل. خلاص اطلعه، هذا البطاطسات. لا 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 لا، شوفها ما شاء الله تبارك الله. هذا هو طبقنا الجميل ومقلياتنا اللذيذة اللي ما فيها ولا نقطة زيت، ما شاء الله ومقرمشة وكريسبي بكل شيء. شفتوا هذه مقبلات، كاتشب، مايونيز، خردل، انتم حطوا اللي موجود عندكم ولا تحبون. وهذه الخضرة، ما جبت خضرة يا ابن عمي، هذه خضرة ابن عمي، طماط، خيار، فلفل بارد، ليمون، سبانخ، جرجير، لازم مع المقليات عشان تغسل الزبد. شفتوه ما شاء الله تبارك الله، عشاء خفيف لطيف لذيذ، علينا وعليكم ألف عافية، ما شاء الله تبارك الله. أتكم العشاء اليوم، شفتوا مقالي حب قلوبكم، هارد لك، بكرة ما نسوي شيء عشان تتأدبون. لا تنسون الخبزات. اليوم ما صار قلبها سورية، لا تنسون الخبيزات مع المقالي الزينة.